مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم ونشكر حقيقة زميل كرار الوزني على هذه المعلومات حول أحوال الطقس والمناخ اللي تساعد كثيرا مثل ما ذكر مع تحسن درجات الحرارة والانخفاض ممكن تساعد الطلبة كثيرا على أنه يمارسون الدراسة وأيضا شهر رمضان المبارك. كنا عندنا تلاميذ وخلال هذه الفترة ممكن بعضهم داخل في خاصة فترة الإعدادية والمتوسطة في فترة امتحانات شهرية، فجدا مهم أنه يؤدون الأعمال والدراسة وفي ذات الوقت يمارسون أيضا عباداتهم حتى يعتادون على هذا الموضوع. حابة أنه أسأل زميلتي حول هذا الموضوع باعتبار أيضا عندها طلبة الله يبارك بهم إن شاء الله يوفقهم ويساعدهم على هذه الفترة الصعبة اللي بيها دراسات، وخاصة أنتي عندك أعتقد بكالوريا هذه الفترة كل شيء عندهم دراسة. أول شيء يعني أتمنى من كل قلبي النجاح والتوفيق لكل أولادنا وطلابنا، والله لا يضيع تعبهم يا رب إن شاء الله. وإذا سألتيني على هل يعني الدراسة صعبة بشهر رمضان المبارك أقول لك إيه صعبة بشهر رمضان، لأن شوية شهر رمضان راح يتغير كل روتين حياتك، نومتك قعدتك. الحل تقسيم الوقت بالشكل الصحيح، يعني يجب أن يكون هناك يعني الطالب يكون مثابر وشاطر بهاي هذا الشيء، يقسم وقته، يعرف شو وقت ينام شو وقت يقعد شو وقت يقرأ يروح للمدرسة، خاصة مثل ما قلتي الطلاب البكالوريا أكيد عندهم محاضرات، وأكيد وزارة التربية هم لها استعدادات بهذا الموضوع. إذا حتى نتعرف أكثر عن الدراسة في شهر رمضان المبارك انضم معنا مباشرة وعبر الاتصال الهاتفي مشكورا المشرف التربوي اختصاص اللغة العربية من تربية محافظة كربلاء المقدسة الأستاذ عقيل خضر الجبوري. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية أستاذ عقيل، وإن شاء الله شهر رمضان مبارك عليكم وعلى العائلة الكريمة. أسعد الله صباحكم وشهر رمضان مبارك إن شاء الله. الله أوقاتكم ورمضان كريم عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية، وندعو الله تبارك وتعالى أن ينعم على الجميع بالسلم واليمن والبركات والخير والعفو والمغفرة. الله يبارك فيكم. الله يحييك أستاذ عقيل. أستاذ عقيل، نريد نعرف من جنابكم الكريم هل هناك إجراءات خاصة تتخذها وزارة التربية في شهر رمضان المبارك أم الحال كما هو عليه مثل باقي الشهور؟ تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا ألقي عليكم تحية الصباح وتقبل الله منا ومنكم الطاعات. إجراءات وزارة التربية زميلاتي الكريمات في هذا الشهر حقيقة هي كما هي في سائر الشهور، ذلك أن سياسة الدولة تشمل كل الوزارات، وأن وزارة التربية على الخصوص ملزمة بوقت وخطة سنوية تحاول فيها إكمال المناهج الدراسية، لكن على المستوى المديريات والمدارس هنالك إجراءات من قبل إدارات المدارس والمدرسين، ذلك يكون بتخفيف العبء على الطالب من خلال تقليل المادة اليومية والتحضير اليومي، فضلا عن استخدام بعض الطرائق التدريسية الحديثة كطريقة المجاميع في الدرس لجعله أكثر سهولة ويسرا ولكي يكون تشاركيا تفاعليا حتى تصل الفكرة والدرس إلى جميع الطلبة بصورة جيدة. أحسنتم. طيب خلينا نتحدث، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل أكو فترات وبعض المراحل مضطرين أنه يجرون بعض الامتحانات في هذه الفترة باعتبار هي فترة امتحانات ومقبلين قريبا جدا على امتحانات أخير السنة. خلينا نعطي نصيحة للطلبة اللي اعتادوا، وأعتقد يعني بعض الطلبة ما معتادين أنه شهر رمضان يدخل في هذه الأيام المباركة ويصير عندهم دراسة وذات الوقت أيضا ممكن يكون هناك أداء للعبادات، شنو تنصحهم حتى تكون دراستهم أفضل من حيث طريقة الدراسة ومن حيث أفضل الأوقات للدراسة؟ جميل جميل جدا، شكرا لهذه المداخلة الجميلة الفاضلة. بالنسبة إلى الشهر الفضيل وتوزيع أوقات الدراسة والتحضير على ساعات هذا الشهر، نحن نعلم كما ورد
في الأثر والشرع المقدس أن هذا الشهر الكريم ساعاته أفضل الساعة. نعم. فينبغي لكل المسلمين الذين يتحلون بهذه العبادة أن تكون عباداتهم مقرونة بالساعات وموزعة عليه حتى يتحصل الأجر ويتحصل الثواب ويتحصل التفوق العلمي. فبالتالي الطالب هو مكلف أيضا بالدراسة ومكلف أيضا شرعا بأداء الصوم لمن وجب عليه الصوم بالتكليف. لذلك يختار الأوقات التي تساعده على هضم المادة وانسياب شرحها وأدائها كيما تتحقق الغاية، ولكن ذلك لا يتحصل للطالب بمفرده، لا بد من تدخل الأسرة في تحديد ساعات الدراسة والتحضير والاستعداد. نعم أحسن. حتى لا تضيع الفرصة ولا يضيع الأجر. طيب طيب تحضرتك ذكرت الأسرة، واليوم احنا من منطلق قول رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم احنا نعم. الأهالي مثل ما نريد اليوم وزارة التربية المدارس لها دور في تعزيز وتقوية اليوم الطالب من خلال إكمال مسيرته الدراسية. اليوم احنا هم كأهل وكأسر يجب علينا أن تهيئة الجو المناسب والملائم لأولادنا للدراسة، يكون هناك أيضا مثل ما نقول مواصلة بين الأسرة وبين المدرسة، يعني احنا مو فقط يذهب ابننا للمدرسة وخلص الأمر، يجب أن يكون هناك تواصل بين الإدارة وأيضا بين أولياء الأمور. طيب برأيكم ما هو دور الأسرة اليوم في تعزيز هذا الشيء وهو تقديم الجو الدراسي الملائم لأولادها؟ تمام. الطالب مقصده العلا وهو يطير بجناحين، أحد هذين الجناحين هو الأسرة، وللأسرة والأهل دور كبير ومسؤولية جسيمة عظيمة في مساعدة الأبناء والوقوف إلى جنبهم في هذا الشهر خاصة وفي سائر الشهور عامة، حيث أن المساندة والدعم الذي يتلقاه أولادنا وطلابنا من أسرهم له غاية الأثر في النجاح والتفوق. لذلك على الأسرة المتابعة وتنظيم الوقت، لاحظي تنظيم الوقت ينبع ممن؟ من الأسرة، من ولي الأمر، تنظيم الوقت لأبنائهم مع متابعة وحرص شديد على تنظيم الوقت. يعني نحن استقينا تنظيم الوقت من الله سبحانه وتعالى أولا ومن أهل البيت ثانيا. الله سبحانه وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ثم بعد ذلك تقسم الشهر إلى 30، ثم اليوم إلى 24 ساعة وكذا. فالتنظيم هو يقول سلام الله عليه استعينوا على الطاعة وبنظم أموركم، على بطاعة الله بتقوى الله ونظم أموركم. التنظيم شيء مهم جدا وأساس في النجاح والإنجاح. أحسنتم. هذا بالنسبة للطالب، تقع تلك المسؤولية على ولي الأمر في تنظيم وقت الدراسة، وقت الراحة، وقت النوم، وقت الصلاة، وقت الإفطار والسحور. مع ذلك على الطالب في هذه الأيام أن يختار له إفطارا جيدا، سحورا جيدا، لكي نضمن ماذا؟ التغذية جيدة، القوة البدنية. أحسنت. القوة الفكرية العقلية لطلبتنا لمواصلة الدراسة، مع التوفيق والدعاء لهم في هذا الشهر الفضيل بالتوفيق والنجاح بإذن الله تعالى. أحسنتم. طيب الآن تحدثت زميلتي عن دور الأسرة بهذا الموضوع وأيضا تحدثت عن هذا الدور، خلينا نسلط الضوء أيضا على موضوع جدا مهم آخر، اللي هو شلون يقدر التدريس بهذه الفترة يستغل هذا التوجه اللي عند الطالب للعبادة بحيث يصحح بعض المفاهيم والسلوكيات، لأن نعرف خلال الفترة الماضية شهدنا مواقع التواصل وهذه الهجمة على المدرس بحيث أنه ممكن نقول أنه عدم احترام لهذه الشخصية القديرة وعدم احترام لهذه الشخصية. شلون أقدر أوصل هذه الرسالة من خلال هذه الفترة العبادية للطالب بتحسين السلوكيات ويعني أقوم سلوكه في هذه الفترة بإيجاز، لأنه وقتنا للأسف شارف على الانتهاء. طبعا أنا أيضا نبدأ من متابعة الأسرة
بجوابي عن هذا السؤال. أيضا لا تتنصل الأسرة عن هذه المهمة وهذا الدور العظيم الجسيم، فهو يكون متابعا له ومواصلا ومغذيا له خلقا وخلقا وتعليما. أيضا في معرض الجواب نقول كذلك أن للمدرسة بصورة عامة وللمرشد التربوي خط تحت المرشد التربوي، وللمرشد التربوي أيضا دور مهم وخاص جدا في رعاية الطلبة. لماذا؟ لأنه يتابع سلوكياتهم وانطباعاتهم وما يحملون من آثار جانبية إيجابية أو سلبية، فيقوم بتهذيبها وتجذيبها. وبخاصة في هذا الشهر الفضيل فيقوم بدوره بتشجيع الطلبة على الصيام أولا، لأن الصيام جنة والصيام هو يهذب سائر الأخلاق. والحمد لله اليوم كل كوادرنا التدريسية لها كل التقدير والاحترام، ما مقصرة ويا أولادنا. جناب الأستاذ عقيل خضر الجبوري المشرف التربوي واختصاص اللغة العربية في تربية محافظة كربلاء المقدسة، كل الشكر والتقدير والاحترام لجنابكم الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم الطاعات. الله يبارك فيكم.